رمضان كريم. السلام عليكم بنات، السلام عليكم اخوات ديالي، كيف نتوما؟ مزيانين لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم سويتما ايتمار حبايبي ومانيمات جيم وغدتي ملاشي، نتمنى تيري مليح ان شاء الله. اليوم البنات غنشارك معكم طاكوس اللي عملت، بسيط بسيط جدا، كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم ان شاء الله، وما كيديش شي مقادير. المهم بقاو مع المقادير البنات. بالنسبة للمقادير البنات عندي سدال بالبيبي اللي تما على حسب اللي عندكم، انا ما عرفتش شحال عندي تما الصراحة. المهم جبت خربي ما عرفتش قسمته، ما عرفتش شحال اللي عندي بالضبط تما. المهم على من اللي غتقدروا نتوما. كنعدل التومة فيها البنات، التومة على حسب اللي عندكم، التومة البودرة عملو التومة البودرة، انا ما عنديش شي، كانت متوفرة شي عندي هذيك المتوفرة عندي. حطيت التومة عادية، عملت جوج دريس دي التومة اللي عملت، بغيتو تحكوه ولا بغيتو اللي بغيتو نتوما. المهم بالنسبة للعطرية البنات عملت القزبر المطحون، القزبر المطحون كيجي مزيون مع بيبي، كان ما بقاش عندي داكشي اللي بقى سالا. وعملت انا نشوف داك لي قمد شاورما الا عندكم، الا ما عندكم شي عملوا لي قمد اللي كتعملوا الدجاج الا متوفر شي عندكم. ودانو نسوس البنات. بالنسبه للتحميره بغيتو تعملوها، انا كتعجبني ان عمل فيها التحميره، ولا بغيتو تعملوا الحار عملوا الحار البنات داك السوداني، انا كنعمل فيه غير شويه وصافي. الا ما بغيتوش تعملوا ما خاصكمش تكون حاره ما تعملوش. وعمل شويه د المليحه، انا شويه د المليحه، انا كنوريكم الليمون، عصروا نص الليمون البنات، عصروها الليمون النص، حيت الليمون كيف تسدر الدجاج ولا تسدر البيبي كيف رتو. انا حيت ديك العظمه طاحوا لي تما. عملت شويه ديال الزيت بيضه، الزيت البلديه كتجي مجهده شويه، عندها زيت عاديه. ودانون مسوس البنات، دانون مسوس الصراحه كيجي مزيان. وما كرهتش البنات على داك النهار عملته، وقيلا في الصباح دابا شي 3 ايام اللي عملته في الصباح، وخليته حتى العشيه عاد خاصو يترقد مزيان فيه، شحال ما ترقد فيه داك سدر البيبي ترقد في داك الشيء كيشرب داك لي قمه كتدخل فيه الصراحه كيجي مزيان. يا شنو فيه داك الشيء اللي فيه زعما ما كاينش شي حاجه، وساهل دغيا كيوجد، والعوام كيحماقوا على هذا الشيء، وحتى الكبار ماشي غير العوام صافي صراحه، حتى الكبار كيحماقوا على هذا الشيء. المهم نخلي على حسب اللي بغيتو نتوما البنات، انا قلت لكم خليته عملته في الصباح، عملته حتى العشيه، غطيته بلاستيك واو، خليته حتى العشيه عاد عملته. وبقاو البنات معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا شنو عملت معاه، وشنو زيت، وشنو الطريقه كيفاش كنعمل انا. صافي البنات يبقوا معايا. بالنسبة للبنات انا رجعت عندكم، طيبوه مزيان، بغيتو تعملو معاه بصلة عملو، انا ما عملتش معاه، خليته بوحده حتى تشرب الماء ديالو مزيان. بصلة عملتها، المهم دابا تشوفوا فين عملت البصلة، انا ما عملتش فيه بصلة حيت انا عملتها في لاصوص. شوف كيفاش كيجي البنات، خاصو تشرب مزيان داك المهم داك المرقه ديالو خاصها تشرب مزيان. ها كيفاش كيجي، وكيجي مزيان ديك دانون مسوس كيعطي فيه مهم واحد اللذة، شنو نقول لكم، كيجي مزيان. ها كيفاش كي خاصو تشرب مزيان. بالنسبه للبنات لاصوص، كنت الصراحه كنت سجلت كلشي،
ولكن مشى لي ديك المقطع جبرت تما كيعمل لي التليفون نصحابي كيعمر في الاخر ما تعمرش. عملت اندلس، عملت شويه د مايونيز، عملت بيكيتشوب، وحكيت بصله واحده صغيره، بصله واحده صغيره حكيتها مزيان، ولا قطعوها ستيتو 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 ستيتو. ومهم خلط داكشي كامل مع بعضياتكم. الا بغيتو تعملوا الحار عملوا الحار البنات، انا ما عملتش الحار، عملت شويه في الاول صافي فتك، عملت السوداني وصافي، ما عملتش فتك لاصوص، ما عملتش فيه الحار صافي. طريقه سهله وهذه كنشيها البنات، انا ما كنعدلها شي صراحه، عمري ما عدلتها، كنشيها موجوده الحمد لله، موجودين دابا ورخاصين، ما اي واحد يشيها الصراحه رخاصين دابا، ما بقاش بحال اللي كان شحال هادي كانوا غاليين، دابا رخاصين، انا عمري ما عدلتها. المهم البنات كنعدلوا لاصوص، داك البصله اللي كنعدلوا فيها الصراحه كتجي مزيانه احسن اللي كتعمل مع داك السدر، ولا كتجي مزيانه. كنعملوا شويه د السدر بالبيبي ولا ديال المهناتكم، انا كنعمل بيبي، بيبي داك كيجي مزيان احسن من الدجاج. كنعملوا شويه، كنعملوا عليها بطاطا مقليه، بطاطا مقليه البنات خاصو تكون شويه غليظه، خاصو تقطعها غليظه شويه ماهيش رقيقه، غليظه وصافي. ما خاصهاش تطيب مزيان، ما تكونش مقرمله. وديك الساعه عمل عليها فروماج محكوك، ولا انا عملت هذا وعملت شويه محكوك حسب، كاين انا اللي كياكلوا لي ديك فرماج مربى، كاين اللي ما كياكلوش. عملت نصيده نصيده، عمل عليه شويه فرماج ايوا وصافي. وديك فرماج مربى الا متوفر عندكم، الا ما متوفرش المهم اللي متوفر عندكم، لازم يمشي على حسب اللي عنده في الدار، اللي متوفر عندكم عمل. هاي البنات الصراحه كيفاش كيجي، كتجي مزيان وضويه هذا ساهل ساهل صافي. هكذا كيجي حتى هكا سالي كلشي عاد وزيد كنطيب. المهم البنات بقيت لاخر الفيديو، شكرا لكم على التشجيع ديالكم والله يرحم والديكم، دائما كنشكركم دائما كنقول في لاخر الفيديو كنقول لكم شكرا شكرا شكرا. واللي كيخليني التعليق الله يرحم والديه، اي وحده دخلت عندي الله يرحم والديه، اللي باقي ما شافش اللي باقي ما مشاركش في القناه ديالي يشارك ويفعل الجرس باش يوصل الجديد. واخا هذا رمضان الصراحه ما كنعمل شي، ما كنشاركش بزاف فيديوهات حيت ما كاينش الوقت. والمهم اللي كتب الله كنشاركو معكم. وشكرا لكم البنات كاملين الله يرحم والديكم، وكنشكر الناس على برا اللي كيدخلوا عندي من عائلتي من كلشي، المهم العائله من الصحاب من كلشي، كنشكركم بزاف 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 الله يرحم والديكم. الناس على برا الله يرحم والديكم، حتى الناس هنايا الناس هنايا شكرا لكم كاملين بكم. الف سلام عليكم البنات، حتى الفيديو ان شاء الله القادم، وشكرا لكم بزاف، الف سلام عليكم، وطلوا فراسكم، كنتمنى تجربوا هذا الطقوس.